سيطرتها على الأرض معروفة للقاصي والداني، فنحن لسنا بحاجة للصدام، لأن كل شعب الجنوب وكل مؤسسة الجنوب طبعا تتبع المجلس الانتقالي. و من هنا بدأت الحكاية في عدن، وتوسعت من سطو على إرادة الشعب وإعاقة تمكين شرعيته إلى العبث والبسط على حقوق وممتلكات المواطنين، نهب وتعد على حقوق الناس، وفوضى أمنية يسقط على إثرها ضحايا كل يوم مدافعين عن أملاكهم ومطالبين بصونها. دخلت عدن حالة معقدة أشبه بحالة الغاب في ظل غياب سلطة القانون وسيطرة وتحكم الميليشيا المتعددة. عدن ومنذ سيطرة الميليشيا المدعومة من الإمارات عليها، ومشاكل البسط على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين لا تتوقف، وتضاعفت مع موجة العائدين من السعودية المتضررين من قوانين السعودة. منطقة بئر فضل مسرح من مسارح عبث الميليشيا وأحدث قضايا البسط على الأراضي، حيث هجمت جماعة تتبع قائد الحزام الأمني ناصر الشوحطي على شرطة بئر فضل على خلفية منع الشرطة العمل في أراضي بلا وثائق رسمية، وأوقعت جريحين من أفراد الشرطة. رفض قائد الحزام الأمني توجيهات وزارة الداخلية بمنع أي عمل عشوائي في بئر فضل، ورد على التوجيهات بإرسال مسلحيه للسطو بصورة غير قانونية. هذه واحدة من عمليات البسط والنهب اليومي الحاصل في عدن، وتتهم في جزء كبير منه قوة الأمن التي يديرها شلال علي شائع المقرب من الإمارات والميليشيات الأخرى. مرتبطين هم معهم مناصب ومعهم رتب، يعني ما يا اما تلاقيهم قاده او مسؤولين بالدوله من هذه المناطق، ويا بسط نازلين على الناس كل يوم. حرمه تخرج تبكي، حق البقعه سرقوها، كل يوم رجال يروح يطالب، كل يوم اسره تخرج تناشد يا جماعه الخير لا خلوا متنفسات، لا خلوا مزارع، لا خلوا جبال، لا خلوا شوارع الا وبسطوا عليها وبنوا. خافوا الله حقوق الناس هذه في الرايحين فيه بي. ولما تيجي تتكلم تقول له يا جماعة في دولة الغاب والميليشيا تجري المزايدة باسم المقاومة والنضال، ويعتدى على مؤسسات الدولة وتنهب الأراضي العامة والخاصة أمام مرأى الجميع. بحماية المسلحين تضيع الحقوق وتزهق الأنفس، ويتزايد السخط والاستياء الشعبي من تجاوزات ميليشيا الإمارات ومسلسل النهب الذي سنه رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي برفضه تسليم مكتب وبيت المحافظ التابع للسلطة المحلية بعد إقالته من منصب المحافظة.